مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من الصحافه اليوم وجوله في العدد الجديد لجريده روز اليوسف. مصر تستعيد احدى القطع الاثريه الهامه، مشروع جمعيتي ومبادره اشتغل لتوفير فرص عمل، ومشروع المليون ونصف المليون فدان على موعد مع اطلاق اشاره البدء في نهايه هذا الشهر. هذه هي ابرز الموضوعات التي نتناولها بالقراءه والتحليل مع ضيف هذه الحلقه استاذ حسن عبد الظاهر الصحفي بجريده روز اليوسف. اهلا بحضرتك معنا استاذ. اهلا بكم كل الساده المشاهدين. أهلا بحضرتك. هنبدأ على طول من الصفحة الثالثة، وهذا الخبر حول مشروع المليون ونصف المليون فدان، ونقرأ هذا العنوان: إطلاق إشارة بدء مشروع المليون ونصف المليون فدان نهاية الشهر الجاري. إسماعيل: المشروع يستهدف تضييق الفجوة الغذائية ويزيد المساحة الزراعية بنسبة 20%. أستاذ حسن، يعني من خلال هذا الخبر يعتبر بالطبع هذا المشروع من مشروعات التنمية القومية التي تنتهجها مصر في هذه المرحلة، فكيف يعمل على تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة الزراعية؟ خلينا نتكلم إنه ده مشروع قومي ضمن برنامج خطوة نحو المستقبل، من ضمن البرامج الكثيرة التي بدأت فيها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء مشروع الضبعة، سواء مشروع المشروعات المتعلقة بالطاقة، المشروعات المتعلقة بالغذاء، المشروعات القومية للطرق، كل هذه المشروعات. هذه مشروع مليون ونصف مليون فدان. هذا المشروع يعد نقلة للخروج من الوادي الضيق في مصر. زي ما انت شايف احنا النهارده 90 مليون نسمه، فهذا الكم من السكان محتاج لمشروعات توازي هذه الزياده في السكان. فمشروع المليون ونصف مليون فدان الرئيس سيعطي فيه اشاره البدء نهايه هذا العام، نهايه شهر ديسمبر بالتحديد، يعني يمكن هتكون اشاره البدء من منطقه الفرافره، حيث تم الانتهاء بالفعل من استصلاح 10,000 فدان. وطبعا فكرة انه المشروع بيتم على ثلاث مراحل: المرحلة الاولى تتضمن 500 فدان، المرحلة الثانية 490 فدان، المرحلة الثالثة 610 فدان. طبعا اختيار المناطق ليس بطريقة عشوائية، ولكن هذا يتوقف على فكرة انه هذه المناطق قريبة من مناطق سكنية، قريبة من كل وسائل التعمير، قريبة من مياه جوفية، قريبة من أو مياه نيلية، حتى يتم استغلالها الاستغلال الأمثل. سيكون هناك مجتمع عمراني متكامل يستوعب هذه الزيادة، يستوعب. هو مشروع طموح، مشروع فعلا أن مصر محتاجة هذه المشروعات القومية التي تحقق نقلة. هو ليس في فرق بين المشروعات القومية التي تحقق نقلة، فده بيمثل انه 20% زيادة مساحة مصر الرقعة الزراعية 8 مليون فدان، هتبقى ان شاء الله 9.5 مليون فدان. طبعا المناطق في جنوب، طبعا مستهدفة كافة المناطق: اسوان، مطروح، سيناء، الدلتا، الجيزة، في كافة هذه المناطق. طبعا وبالفعل انه كمان تاني في شركة ستدير هذا المشروع العملاق، بحيث يكون هناك إدارة واحدة، بمعنى إدارة واحدة انه آلية التوزيع لهذه الأراضي كيف ستكون: للمستثمر الصغير، للشباب، للمستثمرين الكبار، فهناك إدارة واحدة. هذه رأس مال الشركة سيكون 8 مليار جنيه، وده مشروع يمثل نقلة، في نقلة كبيرة جدا، لأنه احنا عندنا مشاكل غذاء، وكل منطقة سيتم زراعة المحصول المناسب لها. أبرز المحاصيل التي سيتم زراعتها في هذه المناطق: القمح، مشروعات زراعة الذرة الصفراء، الفول السوداني، البسلة، التين، كل المحاصيل، كل تبع الأرض أو تبع المناخ. هذه التربة تتحمل الأرز، يتم زراعة أرز، القمح يتم زراعة القمح. هو مشروع قومي كبير جدا، إنه تالي طبعا مشاريع سكنية كبيرة تتم في هذا المشروع، وده ضمن المشروعات الكبيرة التي تستهدف عملية البناء لمصر الحديثة، عملية يتوازى مع مشروعات كبيرة جدا زي مشروع محور قناة السويس، زي المشروعات الكبيرة زي مشروع إنشاء المفاعلات المتعلقة بتوليد الطاقة. فهذا المشروع طبعا سيسد الفجوة الغذائية في مصر. احنا استهلكنا من الغذاء كبير جدا، احنا من اكثر الدول اللي احنا بنستهلك قمح، من اكثر الدول اللي احنا بنستورد
غذاء من الخارج، فأعتقد أن هذا المشروع سيمثل نقلة ويدل على أن مصر تسير ناحية البناء وناحية التعمير. أكيد. إلى الصفحة الرابعة ونقرأ هذا العنوان: مجلس النواب يدرب أعضاء المرحلة الثانية على التصويت الإلكتروني. أستاذ حسن، يعني بالطبع التكنولوجيا والتصويت الإلكتروني له أهمية كبيرة في تحقيق نتائج سريعة وأيضا دقيقة. خلينا نقول أن تجربة التصويت الإلكتروني يمكن التجربة في مصر كانت تجربة تقليدية، اللي هي كل نائب عند التصويت يرفع يده، ودي طريقة كانت مشتتة، أحيانا فيها ترديد، أحيانا فيها أنه رئيس الجلسة أو رئيس البرلمان أغلبية موافقة، فكان كلمة موافقة دي يمكن مرتبطة في أذهاننا وأذهان موافقة على كل حاجة. فأعتقد أنه فكرة التدريب، فكرة التصويت الإلكتروني دي فكرة جديدة في مصر، هي في برلمانات كتيرة في العالم، في أمريكا، في النمسا، في بلجيكا، في هولندا، في كافة البرلمانات. هنا احنا بدأنا التصويت ليتوازى مع أحداث الثورة، احنا بعد ده برلمان 30 يونيو، برلمان بعد الثورة عظيمة وبعد أول استحقاق الأهم. فأعتقد أنه التصويت الإلكتروني هيكون نقلة، لأنه هيسهل على العضو، طبعا عدد الأعضاء كبير جدا في البرلمان هذه المرة بعد دمج أو إلغاء الشورى وأصبح مجلس النواب. هو طبعا ألياته طبعا زي ما هو مفهوم الخبر، تم تدريب النواب إزاي، طبعا هو في كارت ممغنط، هذا الكارت فيه اسم العضو ورقمه وصفته، والجنب الآخر هناك شريحة، هناك شريحة إلكترونية وجهاز بيتم من خلاله التصويت، وأصهر قدام رئيس البرلمان، وطبعا بيحسب النسبة دقيقة جدا سواء في التصويت نعم أو لا أو ممتنع، وبيبين كمان أنه سواء ده حزبي أو مستقل، وبيبين الإحصائيات دقيقة جدا لسرعة إنجاز المشروعات والقوانين الدستورية. طبعا ده يتوازى مع برلمان جديد في حاجات كتيرة، يعني رغم ما قيل عن البرلمان فهو استحقاق مهم. هذا البرلمان به لأول مرة طبعا 36 نائب قبطي، منهم 12 قبطي بالنظام يعني جوب بطريقة فردية، وده حاجة مهمة جدا انه في تغيير. بالاضافة كمان تاني انه عدد السيدات وصل 90، وهناك تغيير في مزاج الناخب المصري، وده بيدل على انه مصر بتسير وحرق، يعني الطريقة الديمقراطية تنمو بشكل كبير جدا، وانه مصر تسير نحو برلمان قوي، برلمان قادر يتوازى مع التصويت الإلكتروني، مع وجود هذا التمثيل المتوازي من كافة التيارات الممثلة للشعب المصري. أكيد. إلى الصفحة الثالثة ونقرأ هذا العنوان: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة اشتغل بحضور رئيس الوزراء. أستاذ حسن، يعني طبعا توفير فرص عمل من أهم الأهداف للدولة حاليا، فنريد الحديث عن تفاصيل هذه المبادرة وكيف يمكن لمن يريدون الحصول على التسجيل في هذه المبادرة. تمام. هناك مبادرات فردية من وقت الآخر، دي كانت مبادرة بدأت تقريبا العام الماضي، وحققت كانت موفرة 2000 فرصة عمل، وكانت حظت بهذا أنه بيجيب الفرص العمل المتعلقة سواء إدارية سواء فنية، وبتعرضها طبعا بس بشكل ممنهج، بشكل عملي، بشكل مؤسسي، وبيتم عرض هذه فرص العمل للناس وللشباب، وتقدموا وتم توفير 1900 فرصة عمل. هذه المبادرة بالفعل سيتم إطلاقها في المرحلة الثانية يوم الخميس بحضور رئيس الوزراء. طبعا ده فكرة أنه احنا بنتكلم عن فكرة دور رجال الأعمال في مصر في حل مشكلة البطالة. مصر بتعاني من مشكلة بطالة كبيرة جدا، البطالة في حسب الإحصائيات أنه 13% أو أكثر، أنه نسبة الشباب خاصة في التعليم العالي أكثر، وطبعا دي حاجة يعني محتاجة وقفة في نظام التعليم في مصر بشكل عام. وأعتقد أن ده هو اللي هيكون محور اهتمام أو محور اهتمام ما زال، ولكن في وجود برلمان سيتم عرض هذه المشروعات. الحقيقة أنه البطالة
هناك ثقافة لسه في المجتمع المصري أو ثقافة الشاب المصري أو الفتاة إنه في مهن كده، أو إن أنا عايز أشتغل بالمؤهل بتاعي، إن أنا عايز لازم المؤهل بتاعي هو اللي واخد بكالوريوس تجارة لازم أشتغل كذا، واخد آداب لازم أشتغل في هذه الوظيفة، مع إن هناك فرص كتيرة جدا الحقيقة، ولكن لا تجد من يشغلها. هناك فرص إنه ممكن أنت تعمل تدريب تحويلي، أنت تتدرب في مكان ما وعلى مهنة والبلد يعني في مهن كتيرة جدا، ولكن لا تجد من يشغلها. ويوميا تلاقي إعلانات بهذا الشكل إنه مطلوب كهرباء، يعني كافة المهن، ولكن فكرة الثقافة لابد أن تتغير، وده يحتاج وقت ويحتاج مجهود. أكيد. ما زلنا نتحدث عن توفير فرص العمل، وإلى الصفحة الثانية، وهذه المرة من خلال مشروع جمعيتي، ونقرأ هذا العنوان: حنفي 20,000 شاب تقدموا لمشروع جمعيتي وبحث إقامة أسواق اليوم الواحد. أستاذ يعني تفاصيل هذا الخبر وهذه المبادرة أيضا، كيف تساهم في توفير فرص الحقيقة العمل؟ فكرة المبادرة جاءت من أنه كان في أزمة في ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، وبدأت الدولة تتدخل عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ارتفاع الأسعار سينتهي في، كان الكلام ده من شهر مضى، سينتهي آخر الشهر اللي هو الماضي. بالفعل الدولة تدخلت أنه شركات المجمعات أو وزارة التموين ممثلة في شركة القابضة للصناعات الغذائية، وما ممثلها من أعداد كبيرة من الشركات المعنية سواء شركة الجملة سواء شركة الأهرام، كافة الشركات هي شركات حكومية بتوفير الغذاء، وبدأت بالفعل في طرح كميات كبيرة جدا من اللحوم والدواجن والأسماك وكافة السلع بأسعار أقل من المعروف في السوق بنسبة 25%. الأمر الثاني أنه بدأت تعمل سيارات متنقلة في المناطق الأكثر ازدحاما، يعني في كافة المناطق المزدحمة في عند محطات المترو، في كافة المناطق اللي فيها يعني تكتل سكاني كبير بدأت تنتشر وبتبيع بأسعار مخفضة. طبعا هذه المبادرات فعلا وقفت نزيف الارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا، ونتمنى أن هذا يدوم. الأمر الثاني أنه بدأت الوزارة والدولة تفكر إزاي احنا ممكن مش قادرين نوصل لكل الناس، انه كل شاب في مكان عايز يعمل مشروع يتعلق بالسلع الغذائية انه ندعمه بمبلغ بقرض معين. هذه طبعا الفكرة الجمعياتي قرض السلعي يصل ل 100,000 جنيه، انه الشاب يتقدم، معروفه الشروط انه يكون لا يعمل، انه يكون مثلا انه يكون في محل مساحته محدده اعتقد لا تزيد عن 30 متر، وبيتقدم للمكان ويقدم ان هذا المحل ايجار او تمليك، ان كان ايجار يبقى 5 سنين تمليك اهو ماشي، ويقدم، وطبعا الايجار بتاخد يوم واحد. طبعا هذا التسهيل الحقيقه وتوجه الدوله في تسهيل الاجراءات خلى اقبال كبير جدا عند الشباب، خاصة انه متعلق بتوفير السلع، والسلع اعتقد بتلقى رواجا، يعني بتلقى بمبيعات، انه الغذاء متعلق بالغذاء ليس شيء رفاهية، يعني مش ترفيه انه حد، فلقت ترحيب، والحقيقة في اقبال كبير جدا من الشباب على هذه المبادرة التي نتمنى ان تدوم. أكيد هي لتوفير فرص عمل وأيضا مكافحة غلاء الأسعار. ما زلنا في عودة مرة أخرى إلى الصفحة الثالثة، ونقرأ هذا الخبر: الخارجية لحائزي الآثار، احفظوا التراث وأعيدوا آثارنا. القاهرة تتسلم قطعة أثرية تنتمي إلى الأسرة 18. أستاذ حسن، يعني ما دور وزارة الخارجية في هذا الملف وتفاصيل هذه القطعة الأثرية المستعدة؟ الحقيقة وزارة الخارجية متمسكة في قطاع العلاقات الثقافية، بيتم أنه كما تعرفين وكما يعرف المشاهدين أنه بعد أو قبل الثورة، قبل الثورة يعني من قبل اتفاقية اليونسكو، أنه كان في تجارة الآثار قانونيا متاحة، فكان بيتم تهريب كميات كبيرة جدا من الآثار إلى خارج مصر. آثار مصر بتعرض في الخارج في كافة المزادات، وطبعا ده شيء يعني محزن، يمكن المشاهد العادي او المواطن العادي حس بذلك عند عرض تمثال سخن كا اللي صارت حواليها ضجه كبيره جدا في هذا الوقت، عندما قيل انه شخصيه
أجنبية ستشتري هذا التمثال، وكان وقتها تم عرض مبادرة أنه الوزير أنه محتاجين 16.5 مليون جنيه استرليني حتى نوقف فكرة البيع، لأنه في لندن أو بالتحديد كافة الدول الأوروبية في مزادات وفي بيع، القانون لا يجرم ذلك، ولكن في وقتها الحكومة المصرية أو متمثلة في وزارة الآثار وقفت التعامل مع هذا المعرض كريستي بالتحديد، لأنه في هذا الوقت كان سخم كهذا التمثال المعروف. فالمواطن يعني تاريخ بلد تمثال لي 4000 سنة نفس هذا الأمر، ولكن هذه المرة تم استعادة هذا الأثر. طبعا ده هذا التمثال طبعا ده بيتم بالتعاون ما بين وزارة الأثار ما بين وزارة الخارجية ما بين إبلاغ الجهات المعنية. طبعا كل الأثار التي تهربت ما يعني في إحصائية بها معروفة مسجلة ومدونة. كمان الأمر الهام والتاني أنه بعد ثورة 25 يناير شفنا إزاي تم سرقة ونهب المتحف المصري والمتحف الإسلامي وما حدث في ملوج المنيا وغيرها، وعمليات الحفر والتنقيب والبحث كل هذا في يعني ثقافة غريبة، إنه ما زال يعني يوميا تقرأ في الجرائد وفاة ومقتل مش عارف ايه اثناء التنقيب عن آثار وخلاف وهذا الكلام. وده محتاج توعية، لأنه الآثار هي تاريخ هذا الوطن تاريخ هذا البلد. محتاجين طبعا أنه كمية الآثار التي هربت، طبعا وزارة الآثار مشكورة بتستعيد الآثار المهربة خاصة بعد 25 يناير، بتستعيد هذه الآثار بشكل تدريجي. أنا ما أعتقد يمكن 1500 قطعة أثرية تم استردادها ومسجلين، لأنه مسجلين فمعروفين، لكن المشكلة في الآثار الغير مسجلة التي يتم التنقيب عليها. وطبعا الوزارة بتكافح هذا وحقيقة بذلين مجهود، ولكن غير المصري على آثاره في الخارج وما تلقاه، لأنه أن مصر تملك ثلث آثار العالم. وشفنا يعني إحنا دلوقتي مثلا في مطار القاهرة عاملين متحف كده صغير علشان السائح وهو جاي مصر وما قدرش يزور كافة آثار مصر بيدخل هذا المتحف يشوف الآثار علشان يجي تاني. فدي مبادرات، ونتمنى أنه نسترد كافة الآثار بقدر الإمكان. نتمنى ذلك أكيد. عودة مرة أخرى إلى الصفحة الثانية، وهذه المرة خبر خاص بالبيئة، ونقرأ هذا العنوان: فهمي منظومة جديدة للمخلفات البلدية عقب موافقة مجلس الوزراء. أستاذ حسن، يعني تفاصيل هذه المنظومة وما هو المقصود بالمخلفات البلدية؟ هو طبعا فكرة أنه هي مبادرات زي ما احنا بنقول، فكرة المخلفات البلدية كل ما يتعلق من القمامة إلى مخلفات البناء التي تتم بشكل متسع وبشكل كبير جدا. هناك مخلفات بشكل متراكمة خاصة في المناطق التي يتم فيها البناء بشكل عشوائي، أنه المواطن أو الذي يقوم بالبناء بيهدم ويلقي في النيل يلقي في أي مكان، وده حاجة يعني مش حضارية. الأمر الثاني قمامة منتشرة في كافة يعني قمامة بشكل كبير جدا سواء في القاهرة سواء في الجيزة. الأهم من ذلك هذه موجود، إزاي ممكن يستغل هذا إلى بما يعرف بالاقتصاد الدائم. دول كثيرة جدا بتحول هذه القمامة إلى منتجات لا مش منتجات يعني تحتك بالبناء آدم، بحيث أنه في الآخر مخلفات زي النفايات، يعني مش حاجة فيها أكل أو شرب. فيتم ازاي هنا الخطوه اللي جايه، ازاي فعلا ان احنا نستفيد كدوله بتنتج هذا الكم الكبير من المخلفات، ازاي يتم الاستفاده منها، ازاي يتم اعاده تدويرها بمعنى ادق والاستفاده منها في منتج. هذا المنتج يغنينا عن 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 الاستيراد، يغنينا عن احنا نبني ننشا ذلك او المنتج يتم من اول وجديد. فدي مبادرات يعني مشروع مهم، واعتقد انه الوزير لديه رؤيه، خاصه نجح في بشكل كبير جدا فيما يتعلق بمخلفات الارز وما يتعلق بالسحابه السوداء. واعتقد ان شاء الله يكون هذا الملف مطروح ومهم للتخلص من القمامه
والمخلفات المنتشرة الحقيقة منتشرة أكيد، والوصول إلى شوارع نظيفة في كل مكان بالطبع. بهذا الملف نصل إلى ختام جولتنا اليوم في العدد الجديد لجريدة روز اليوسف. شكرا لضيف هذه الحلقة أستاذ حسن عبد الظاهر الصحفي لجريدة روز اليوسف. شكرا للمشاهدين. شكرا لكم. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن متابعتكم، وغدا أخبار جديدة وفريق عمل جديد. سلام لكم.